أتذكر ذلك الشخص الذي كنت تعتقد أنه عدو لك وأصبح الآن أفضل صديق عندك؟ أتذكر ليلة أصعب امتحان عندك والتي قضيتها مرتعبا، ثم مر عليك الامتحان في سهولة ويسر؟ أتذكر ذلك الموقف الذي ظننت أنه نهايتك، ثم وجدت أنه كان بداية لحياة جديدة أفضل مما كنت عليها سابقا؟ أكثر ما نظن به شر هو عين الخير، وأغلب الظلمات التي تمر بنا تحمل في باطنها النور. ولذلك دع الأوهام والظنون، ولا تحمل ضغينة لأحد مبنية على شك، ولا تعكر أمن اليوم من خوف غد. ظن بربك حسنا، واعلم أن الله يقين، واليقين لا يزول بالشك. ودعك من كثير من الظنون